تعمل تيست مع الزمالك هكا صحيح. بعد فترة ذيك قعدت وقت انا روحت في الشتاء ما من جانفي حتى للصيف، دونك قعدت نترينا وحدي ولوج على جمعية. جاتني يعني باش نمشي نشوف مع الزمالك هذيك، تعرف اللاعب ديما كيبدا يكون اون موك دو كومبيتيسيون ومرتاح ديما يمشي غاديك يعمل حصتين ولا ثلاثه. ما مشيت غاديك وتفهم من المدير الفني حسام حسن وتفهمنا على العقد وكل شيء. لكن في الفتره هذيك الزمالك امور سبب عملوا ثلاثه مباريات او الاربع مباريات هي في الدوري يعني تعب شويه، وزاد حسام حسن عمل ثلاثة اربع مباريات خسائر كلهم. دونك تمت الاقاله نتاعو وجابوا هو حب عليك حسام حسن. اي تفهمنا على العقد وكنا باش نصحوا وقتها وباش نبدا معاهم بريباراسيون بالصيف، لكن تمت الاقاله نتاعو لسوء النتائج وجابوا حسن شحاته اللي هو يعني المدير الفني غادي معروف في الزمالك. وتعرف كل مدرب حساباته، حسين شحاته قال انا من يعني ديما قال انا في الشوا نتاعي في التدريب نتاعي ما نستحقش مدافعين اجانب، ديما نعول على المدافعين المصارى واجنبي. دونك تخيروا كصانع العاب كمهاجم ك يعني بوست نقولوا احنا يستحقوا اكثر، وما كانش يعني تفاهم ولا غالب ما كتبش مكتوب ولا